الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قالت الحوراء زينب سلام الله عليها وهي تخاطب الطاغية: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا فند، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أن مجزرة كربلاء الرهيبة أحدثت هزة عنيفة على ثلاثة أصعدة: الصعيد الأول هي الظواهر الكونية، أما على الصعيدين الآخرين فهما على صعيد النظام الأموي. ثورة الحسين زلزلت العرش الأموي، ما بناه مؤسس الدولة الأموية في سنوات حطمه الحسين عليه السلام في ساعة، لأن هذا النظام الكافر، شوف انتبه لي، مرة عندنا كفر صريح، هذا كافر يقول أنا كافر كأبي جهل كعتبة ذولا، مرة هذا الأخطر هو كافر، نظام كافر لكن مقنع بالإسلام، ظاهره يقول أنا مسلم، وهذا العمل وياه وجهاده كلش أصعب. ليش؟ كثير من الناس السذج والبسطاء ينبهر بالإعلام، ينبهر بالمظاهر، مو ذاك الشيخ، شيخ كبير يوقف أمام الأسارة، إمام زين العابدين عليه السلام قدام الناس بالسوق بالشام، قل له: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم ونصر أمير المؤمنين. شوف، وهي المشكلة مو بأن كل الناس واعين، لا،
فثورة الحسين عليه السلام المعاناة أنه كان يريد أن يجاهد أن يقضي على الكفر المقنع بالإسلام، وهي من أصعب المهام. وفعلا من آثار الثورة الحسينية، من أهم آثارها، أن مزقت هذا الغشاء الواهي الكاذب، كشفت حقيقة بني أمية. مو هذا يزيد والآن أمير المؤمنين وتطيعوا وأطاعة ولي إلى آخرها. شوفوا إيش سوى، شوفوا إجرامه، شوفوا إيش انتهك الحرمات. كشف، سلام الله عليك أبا عبد الله، لأن مؤسس الدولة الأموية إجا بشعارات، لأن ذاك مو بسيط، واحد مراوغ عنده دهاليز الثعالب كلها دارسها، جاء بأي مقولة؟ بمقولة التفويض الإلهي، يعني أنا الله خلاني خليفة عليكم، والراد علي راد على الله. هاي ترى مشكلة، هاي تدمر الناس. فالله خلاني عليكم خليفة ويجب طاعتي، والراد علي راد على الله. شايف شلون؟ هاي الفكرة كانت، وهاي لولا دم الحسين الطاهر شو يوخر هالفكرة من الناس، مع أولئك الجهلة، بعد مع سكوت أبناء المهاجرين والأنصار وفقهاء يدرسون مليئة المساجد، المسائل الفقهية، الطهارات، النجاسات، كتاب البيع، كذا. لكن هذا الطاغية شلون يتحرك؟ أبدا ما يعطوا نص دقيقة من وقتهم. شايف؟ فالإمام الحسين عليه السلام نظر إلى هذا النظام اللي تعب عليه أبو يزيد سنوات، يبني بالمال، يبني بالسلاح، يبني بهاي النظرية اللي قلت لك بها، التفويض الإلهي، بعد بالمظلومية. المظلومية، المظلوم الناس تتعاطف وياه. ثورة الحسين ليش باقية؟ وسنة فسنة جاي تكثر. إذا تتابع هذا العام المواكب وشرائع الحسينية أكثر من العام. السنة الجاية ما أدري إيش راح يصير، وبعدها ما شاء الله. شوف لأن بيها مظلومية، بيها دماء، بها آهات، بها آلام. ليش يوم الغدير راح؟ ما بي دم. يوم النبالة عظيم، ما بي دماء، ما بي مظلومية. مؤسس الدولة الأموية رفع شعار المظلومية. شنو مظلوميته؟ قال أنا ولي دم الثالث الذي قتلوا، وقام يبكي ونشر قميصه على المنبر. شوف شلون أساليب. فش نظام قوي، شي هزة، شي وخرج نظام إلا شيء واحد، دم سيد شباب أهل الجنة سلام الله، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. هتفت لك العلياء والأملاك تصفق باليدين، طهرت سفر الحق من دمك المقدس يا حسين. فزلزل العرش الأموي، كشف الحقائق، وإلا في يزيد قعد. يعني إذا تجي بالحساب المادي، حساب المادي انتصر يزيد، انتصر عبيد الله بن زياد، خلى الرؤوس وأجلس زعماء العشائر وفرح، ها؟ يوم فرح. وكذلك يزيد، بس شنو اللي حطمه؟
هاي زينب، هاي زينب، الله يا زينب، الله يا زينب، ما أعظمك يا زينب، يا بنت، يا بنت أشرف مرسل، يا بنت سيدة النساء، يا بنت، يا بنت خير إمامي. سوت انتفاضة، قاعدين حتى يزيد داعي مندوب ممثل ملك الروم، اللي عندنا احتفالات ارسل لنا جماعة نضيفهم خلي يستانسون معانا، عندنا عيد، ممثل من النصارى، ممثل من اليهود، ممثل قاعدين بناء خلص. وإذا بزينب سوت فد انتفاضة، شوف شوف شوف، صاحت واجدة ومحمدة، مصلي على محمد، شنو محمد إجابة؟ محمد بن نص إجابة، محمد بن نص. الله، هاي النساء، شوف شوف هاي النساء، شو خلنا نتعلم من زينب، نعلم نسائنا، نربيهم على زينب، على الزهراء عليهم السلام. هي مو بس طبخي وأكلي وما أدري شنو وغسليلي وضيوف بس، هذا ليش تأخرنا إحنا؟ شوي شوي طيها، طيها من 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 هالمضخات، مضخات الفاطمية الزينبية، من خديجة عليها السلام. فزينب سوت ثورة بركة دم الحسين في داخل قصر الطاغية، ذولا انتبهوا القاعدين، شنو محمد جابه كذا؟ قلت لهم أنا بيت محمد ترى، وهذا الرأس شوفوا، هذا رأس ابن الزهراء. وإذا بذولا قاعدين بقصره استنكروا عليه العمل، قام حبر يهودي قال له شوف يزيد، أنا بيني وبين النبي سليمان 70 جد، واليهود يقدسونني ويحملونني على ظهورهم، وأنتم قتلتم ابن بنت رسول الله، ابن نبيكم اقتلتوه. شو استنكار، شو. وقام حبر مسيحي نصراني قال له شوف يزيد، هذا يا احتفال، اكو احتفال بعد، شوف الله شي يسخر، الله شي يسخر لنصرة الحق، لنصرة أوليائه. قال له عندنا في بعض الأصقاع حافر نعل حمار عيسى، ونحن نحج إليه في كل عام، وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم، شي يسوي يزيد؟ قال له زين العابدين عليه السلام، قال له قول شو تريد حاضران، تظاهر بالبكاء على الحسين، لعن عبيد الله بن زياد، مسرحيات، شو يسوي؟ يتهرب من الجريمه. قال له قول. شوفوا الامام زين العابدين عليه السلام، امام بعد معصوم، قال له اول شيء اريد عماتي واخواتي يبكن، اريد اعلام، الاعلام جد مهم، اول شيء هذا. قال له حاضر. الطبري يروي وغيره يقول فلبسنا الامويات السواد على الحسين، صارت النياحه في قصر يزيد. شفت الحسين ايش سوى سلام الله عليه؟ هاي هند، هند زوجة يزيد، لها قصة طويلة، قبل زواجها كان أبوها سهيل ابن عمرو، بنته جميلة شابة، ما يأمن يخلفها، يخلي بيت أمير المؤمنين بالكوفة، تدري زينب وخوات زينب. مرت الأيام، زوج عبد الله ابن كرز، يزيد سمع بجمالها عشقها، فمعاوية أجبر زوجها قال إلا تطلقها وزوجها الابن يزيد. هاي قاعدة تسمع صوت خطابات زينب تزلزل، قالت للجارية أسمع صوت علي بن أبي طالب بديوان يزيد، علي مقتول من زمان، روح شوف ما الخبر. راحت
سألت رجلت هاي زينب بنت علي بن أبي طالب جابيها أسيرة هنا. تأسكتي زينب زعيمة العراق عقيلة الطالبيين، زينب جوا أسيرة، اذهبي وتأكدي. راحت رجعت تلطم والله سيدتي هي زينب. فقامت هند سوت استنكار على زوجها، شفت الثورة الحسنية ايش سوت؟ زلزلتها للعرش، انتهوا انتهوا بني أمها. ولا أطيل عليكم، طالعات بنات نساء من بني أسد إلى نهر الفرات ليستقن ماء. وحدة جاء مشت شافت منظر، اجتي مذهولة تقول للنساء تعالوا شوفوا العجائب، شبيك؟ قالت رأيت جثة بلا رأس وبلا يدين وكلها سهام. قاموا معها نظروا إلى هذه الجثة، مشوا شوية جثة أخرى منا جثث، ذهبنا إلى رجالهن، قاموا يوبخون رجالهم، قلهم إجا الحسين ما انصرتوا والآن جسمه مطروح جثته وجثث أهل بيته، أقلها قوموا دفنوها كما عندكم غيره تشبيكم. قاموا لدفن الجثث بس شيده ما يدرون وين يعرف جثث كلها بلا رؤوس. بينما هم في حيرتهم وإذا بفارس ملثم أقبل، صوروا هذا من عيون ابن زياد، سكتوا. سلم عليهم ردوا عليه السلام، قالوا ما وقوفكم شعدكم؟ قالوا جئنا نتفرج. قال لهم أصدقون القول لا تخافوا، أنا إمامكم زين العابد، أنا ابن الذبيح، أنا ابن العطشان. يقولون نظرنا إليه رمى بنفسه على جثمان أبيه الحسن. شلون منظر يا جماعة؟ أيا جدنا هذا الحسين بكربلاء على الترب ما يا حزوز الوريد مقطع فجثمانه تحت الخيول ورأسه الله عنادا بأيا يطراف الأسنة يرفعه. قال لهم احفروا هنا حفيرة كبيرة لأواري بها الشهداء. شوفوا الوفاء، زين العابدين قال ما أدفن أبوي الحسين، أول أدفن هؤلاء الذين نصروه وبذلوا مهجهم من أجله. يقولون حفرنا حفرة كبيرة ورينا الشهداء صلى عليهم الإمام، ثم حفر بالقرب منهم حفيرة أخرى قبرا لأبيه الحسين. يقول قال لنا الإمام علي بحصيرة، مولاي شو سوى بالحصيرة؟ قال لأجمع عليها أشلاء أبي الحسين المقطعة، جئناه بالحصيرة أخذ يجمع، ثم أراد أن يحمل ها جثمان أبي، قلنا لنعينك يا مولاي، قال لا إن معي من يعينني عليه. من ويا الله يعلم، الزهراء أمير المؤمنين ملائكة الله، هاي أسرار أسرارها. يقولون ثم أنزل أباه إلى داخل القبر بس شوية وطلع زين العابدين، شفنا يبحث عن شيء إلى أن انحنى رفع شيئا، دققنا النظر وإذا بأصبع الحسين وراه مع جثمان أبيه. ثم أخذ الطفل المذبوح دفنه على
صدر أبيه الحسين، ثم دفن أخاه علي الأكبر عند قدمي أبيه. بالله يا دفان نجدك رد علي، عطشان خيي لو شراب قطرة مية، حين الدفنت كان رشيت البلية، بل كترد روحا تراه مات لهفان. يا زهرة يا زهرة عظم الله لك الأجر، دائما المرة إذا توفى ولدها ويدفنوا يعزوها إلها، اليوم نعز فاطمة الزهراء. يا الحور قوموا عزوها يا الزهراء بالأولى، يا في كربلا ظلت رمية بذيك الأوهاد، راحت الروس ويا الرماح وبس الأجسايا، ظلت ولا واحد نصاب إلهم عزية. بعد أيها الشاعر، يا الحور قوموا جهزوا جنة الفردوس، باكر تجيكم جنايز ما لها عروس. بعد بها جنازة صدره يا حسين، بها جنازة صدره بالخيل مديوس. يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرت العين، ثم أهل التراب على جثمان أبيه الحسين. يقول شفنا دموع الصب زين العابدين وهو يقول أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة، والله يا حسين، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرق، أما أنا فحزني سرمد وليلي مسهد حتى يختار الله لي الدار التي أنت فيها مقيم. ثم طلع الإمام التراب على عمامته وعلى جسده، قال لنا امشوا بعد فد مكان، ها لي وين قلبك وياي لو لا، هلموا معي إلى نهر العلقمي لدفني عمي العباس. يقول وصلنا هناك حفرنا، حمل عمه العباس وهو يقول على الدنيا بعدك العفا، يا أبا الفاضل أنزه في قبره. والله يا نايم بالقبر يا بدر الأبدور، اي والله بعد وقتك بطيم، يا كتل قبور. عادات الزمان يخون ويدور، تاليها بقبر من دون شفين. أهال التراب عليه ودعهم، رجع زين العابدين، وإذا بالنسوة اجتمعنا عليه. زينب تقول له دفنت أخي الحسين، ليلى تقول له دفنت ولدي علي خو ما نسيت، الرباب تقول له خو ما نسيت تدفن طفل المذبوح، رملة تقول له دفنت ولدي القاسم. فاطمة قومي يا ابنة الخير وندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، توفوا عطاء شاب الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا الله
تقبل منا هذه المجالس بأحسن قبول.